عندك مشكلة في الألماني؟ أو ما عندكش وقت تذاكره؟ حلك عندنا مع فروم ملك الشيخ. هنسهل لك الألماني وهنبدأ معاك من الصفر. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب للقناة. هالو ليتل، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنتعلم مع بعض درس بسيط وسهل جدا، اللي هو أدوات الربط والوصل في الجملة. ايه بقى هي الروابط دي وازاي هنعرفها وازاي كمان هنبني الجملة عليها؟ لازم نعرف اللي هي الروابط بتبقى منقسمة الى زفاي تايل، يعني جزئين. في جزء بيخليش الجملة تتغير بعده، الجملة بتبقى زي ما هي، اسمه نول. نول يعني صفر، معناه الجملة الصفرية اللي هي ما بتغيرش اي حاجة في الجملة. اما الجزء الثاني ده مش هنشرحه المرة دي، هنشرحه ان شاء الله في الفيديوهات الجاية، اللي هو بيغير الجملة من بعده وبيخلي الفيرب ام اند. النهاردة هناخد الروابط بس في الحالة الصفرية اللي هي نول. ايه بقى هي الروابط دي؟ دن بمعنى لأن، أبا بمعنى لكن، أودا بمعنى أو، أند بمعنى و، زوندان بمعنى بل. هناخد بايشبيل ومثال لكل واحدة من دول وهنعرف ازاي بتيجي في الجملة وايه هيبقى شكل الجملة بعدها. بس لازم نكون عارفين الاول ان الجملة الصفرية بتتكون من زوبيكت فاب اوبيكت. زوبيكت ده اللي هو الفعل، اللي هو مثلا يكون ايش او دو او ار اس زي او فيا او ايا، اللي هي الضمائر الشخصية. الفاب ده اللي احنا بنبني عليه الجملة. الاوبيكت ده المفعول، زي ما هندي بايشبيل دلوقتي وهنقول مثلا ايش لانو الدويتش. ايش ده اللي هو الزوبيكت اللي هو الفاعل، لانو اللي هو جاي من فاب لان هو ده الفاب، وأوبيكت اللي هو دويتش اللي هو المفعول. معناه ان الرابط اللي هنستخدمه هيخلي الجملة بعديه زي ما هي، فاعل مفعول، زوبيكت فاب أوبيكت. اول رابط معانا هو دن اللي هو بمعنى لان. ندي عليه دلوقتي مثال وبايشبيل وهنقول ايش لانو دويتش، يعني انا اتعلم الالمانية. دن يعني لان دويتش ماختش باس، يعني الألمانية تكون ممتعة. لو لاحظنا هنا اللي احنا استخدمنا دن اللي هي أداة الربط اللي بمعنى لأن، والجملة بعدها جت زي ما هي، فاعل مفعول، ما تغيرتش الجملة. معناها أنا أتعلم الألمانية لأن الألمانية تكون ممتعة. تاني بايشبيل معانا ايش جيه هويت نيشت، يعني انا مش هذهب اليوم. دن لان ايش بين كرانك، يعني لانني مريض. ايش بين كرانك ابتدينا بايش اللي هو الفعل، بين اللي هو جاي من فعل زاين اللي بمعنى يكون، كرانك اللي هو مريض. ايش جيه هويت نيشت دن ايش بين كرانك. وخدنا بالنا اللي احنا بنحط قبل ادوات الوصل والربط في الجملة بنحط كوما، زي ما قلنا ايش لانو دويتش كوما دن دويتش ماختش باس، او ايش جيه هويت نيشت دن ايش بين كرانك. تاني اداة ربط معانا اللي هي اند بمعنى و. ندي عليها بايشبيل برضو هنقول ايش ماخ دي هاوس اوف جابو، يعني انا افعل واجبي. اند و ايش هور موزيك، يعني وايضا اسمع الموسيقى. ماخدي هاوس اوف جابو اند ايش هور موزيك. هنزل عليها برضو بايشبيل ومثال تاني، واقول لو عايز اقول انا وحد تاني او هتكلم عن شخصين هقول ايش اند سارة جين اونس كينو، يعني انا وسارة هنذهب الى السينما. تالت اداة ربط معانا بقى اللي هي ابا اللي هي بمعنى لكن. لو عايز اقول كذا لكن كذا هنقول zum Beispiel ich komme aus Ägypten، يعني انا اكون من مصر. aber ich lebe in Deutschland، يعني انا من مصر ولكن انا اعيش في المانيا. خدناها اداة فصل للجملة وبرضو خلينا الجملة زي ما هي، فعل مفعول، ich komme aus Ägypten aber ich lebe in Deutschland. تاني بايشبيل هنقول Ich bin zur Schule gegangen,
أبا ألي إست تسو هاوزة جيبليبن، معناها إيه؟ إس بين تسو شولة جيجانجن، يعني أنا ذهبت إلى المدرسة. أبا يعني لكن، ألي إست تسو هاوزة جيبليبن، علي كان يمكس في البيت. إحنا عرفنا أبا بمعنى لكن. إش كوما أوس جبتن أبا إش ليب إن دويتشلاند. خامس أداة ربط معنا هي أودا. أودا بمعنى أو. مثلا هنقول إيش بزوخ ماينو أما أودا إيش جاء إنسكينو، إيش بزوخ ماينو أما أودا إيش جاء إنسكينو، يعني أنا سأزور جدتي أو سأذهب إلى السينما. تاني بايشبيل هنقول بستو زيشا أودا نيشت. بستو زيشا؟ بستو زيشا أودا نيشت. بستو زيشا يعني هل أنت متأكد أودا نيشت أم لا؟ نستخدمها برضو في الأسئلة اللي زي دي. يبقى احنا عرفنا أودا بمعنى أو. إيش بزوخ ماين أما أودا إيش جيه إنس كينو. آخر أداة ربط معنا بقى في الحالة الصفرية اللي هي النول هي زوندان. زوندا بمعنى بل، بس زوندر دي بتستخدم بس إذا كانت الجملتين متناقضتين، زي ما هنقول دلوقتي إيش كاوف كاين فيش. Ich kaufe kein Fisch، يعني أنا لم أشتري أي سمك. Sondern ich kaufe Fleisch. Sondern ich kaufe Fleisch. يعني ich kaufe kein Fisch، يعني أنا لم أشتري سمك بل أنا اشتريت لحم. أنا لم أشتري سمك بل اشتريت لحم. ده معناه إن الجملتين متناقضتين، استخدمنا في الاثنين kaufen، بس هنا اشترينا حاجة وهنا ما اشتريناش حاجة. كده خلصنا أدوات الربط، هنرجع عليها تاني مع بعض. دن. دن بمعنى لأن. أبا. أبا بمعنى لكن. أودا. أودا بمعنى أو. أند. أند بمعنى و أو أيضا. زوندان. زوندان بمعنى بل. عايزاكوا بقى في التعليقات تكتبوا الجمل زي دي وتستخدموا فيها أي أداة ربط من اللي قلناها في الفيديو وتعلمناها النهاردة. Jetzt mein Video ist fertig. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب للقناة. استنوني في الفيديو الجاي. Tschüss liebe.